في هذه المناسبة زرعنا نخلة زيتونية. طبعاً معنى الزيتون، شجر الزيتون، هو الخلود والسلام والمحبة. فعماد بالنسبة لنا كان هذا المثال، زرع وأضاء ثم رحل، رحمة الله عليه، وإن شاء الله دائماً في جنة النعيم. كان الصديق، الشريك، المرشد، المعلم، الأخ الكبير، والحقيقة ما عرفت قدره في الشركة وفي حياتنا إلا بعد رحيله هذا المؤسف. ولكن كان رجل عميق، وإن شاء الله يعني نستمر على نهجه ونبني الشركة إلى شيء أكبر وأضخم إن شاء الله، يكون شيء يشرف. ودائما نتذكر هالشعور المحبة والعائلة. السلام. ونحن زرعنا هالشجرة بس لنقول إنه he's there eternal معنا. We pride ourselves in finding innovative solutions for all your problems. We can do it all.